كان وموناكو خيار النجوم الأفضل لعطلة الصيف. يبدو أن أوروبا عم بتكون الديستنيشن الأفضل للنجوم لتمضية عطلتهم الصيفية، وهالشي عم نشوفه بشكل كبير على السوشيال ميديا، فبيحرص الستارز أنه يشاركوا أوقاتهم السعيدة مع متابعينهم. وصحيح أنها من سنوات بتكون مستقرة في كان خلال الصيف لأنها بتملك منزل جميل هناك، لكن هالشي ما بيمنع جوال مارتينيا من مشاركة أجمل النشاطات بهالمدينة مع عائلتها دايماً، وطبعاً بتكشف بشكل مستمر عن إطلالاتها خلال الصيف. فبهالفيديو شفناها عم تستعد وتطبق الميكاب وتضيف عدسات البراند تبعها آي كاندي قبل ما تعود وتنشر صور لإطلالاتها في فندق الفور سيزنز، فاعتمدت سكيرت بيضة مع قميص سيثرو مميزة بالليبرد برينت. وعادت ونشرت مجموعة من الصور مع أولادها بيلي كرين وألا كدورة وكتبت ليلة جميلة. وجمال هالليلة ما خلص هون، إنما كمل مع الفايروركس اللي شاركتهم جوال بفيديو مع متابعينها اللي بتخطى عددهم 17 مليون، وكتبت حسيت حالي بدي أبكي، كان كثير حلو، بليز شوفوا للآخر، ما بحب إلا أتفرج على الألعاب النارية اللي في كان كثير حلو ساحر، كنت كثير مبسوطة. وهالفرحة شفناها رجعنا بعدد من الصور لجوال من أمام الألعاب النارية واختارت كابشن سحر ونار. ومن حوالي الأسبوع نشرت جوال صورتين من أمام مرفأ كان واعتمدت خلالهم إطلالة صيفية مع وايت شورتس وتوب بيج وأضافت سانجلاسز وباكيت هات، والواضح إنها من محبي البحر، وهالشي شفناه بأكثر من صورة وفيديو. بهالفلورال دريس من زيمرمان اختارت شذا حسون تشارك الفولوور صور من زيارتها لكان وكتبت أنا من سيضيء عتمتي، أنا النور لذاتي ولا أحد غيري. وكانت قبل هيك نشرت صورة أثناء التقاطها لسيلفي من أحد الفنادق في كان واعتمدت خلالها إطلالة كاجوال مع بلوسات وسنيكرز أبيض. ويبدو أنه شذا عم تستمتع بوقتها كمان على البحر وعم بتشارك هالشي من خلال الستوريز. وقبل كانت موناكا وجهة شذا السياحية، فنشرت هالصورة وكتبت بما معناه الحياة جميلة. هيك كانت الأجواء بحفل عاصي الحلاني اللي أحيا في مونتي كارلو في موناكو في 5 أغسطس. لكن يبدو أنه هالحفل كان فرصة ليمضي عاصي كواليتي تايم مع بنات ماريتا ودانا اللي رافقوا بهالرحلة وشارك معهم أكثر من بوست. بدورها ماريتا شاركت عدد من الصور من هالرحلة كان آخرهم إلى جانب والدها، وقبل هيك نشرت عدد من الصور بوقت استمتاعها على البحر. وما نسيت تشارك الجمهور صور من شوارع موناكو شفنا فيهم أكثر من إطلالة، مثل الفوشيا دريس، الدنم شورتس مع وايت توب. أما الفلورال دريس فكان خيارها أثناء حضورها سهرة في سال ديزيتوال. وكمان ماريتا نشرت فيديو من أمام الألعاب النارية على خاصية الريل واخترته يكون على نغمة أغنيتها أنا. أنا أنا قلبي أنا تعود عليك، أنا أنا قلبي أنا بيهرب مني ليك، جنون بحبك موت بحبك بعرف أعشق هيك منه كتير عليك. وبصورة إلى جانب عاصي بدأت دانا مشاركة لحظات من رحلتها لموناكو وكتبت نقطة ضعفي، وعدت وشاركت عدد من إطلالاتها مع الجمهور قبل ما تنتقل لباريس وتنشر هالصور إلى جانب سعد المجرد من عشاء جمعها فيه وكتبت بما معناه ناس مثلك يجعلونا فخورين.